شام الذهبي تحتفل بخطوبتها لطبيب مصري بعد عامين على طلاقها من زوجها الأول. احتفلت الفنانة السورية أصالة نصري مساء اليوم بخطوبة ابنتها شام الذهبي في حفل عائلي ضم كل من أسرة الفنانة أصالة وكذلك أسرة خطيب ابنتها الدكتور معتز نصير. في حفل عائلي مصغر احتفلت شام الذهبي ابنة الفنانة السورية أصالة بخطوبتها على الدكتور معتز نصير الذي تواجد في منزل الفنانة أصالة اليوم وتقدم لخطبة ابنتها بشكل رسمي في تواجد عائلته، وذلك بعد قصة حب جمعت الثنائي منذ أشهر. وقد اختصر الحفل بشكل مصغر على عائلة العروسين بسبب الإجراءات المفروضة نتيجة فيروس كورونا، وذلك حسب معلومات تم تداولها مؤخرا على نطاق واسع. ويبدو أن عائلة العروسين قد قررت أن يكون موعد الزفاف مع نهاية العام الجاري، ولمحت شام الذهبي عن ارتباطها بقصة حب وذلك خلال شهر فبراير الماضي، فنشرت فيديو لباقات من الورود الحمراء التي تم إهداؤها لها، وعلقت شام الذهبي بأن هذه الهدية من أجمل الهدايا التي حصلت عليها على الإطلاق، وشكرت الشخص الذي أرسلها وعبرت له عن حبها. وقد درس معتز نصير الطب وهو متخصص في مجال التجميل والليزر، وتعد والدته إحدى صديقات الفنانة السورية أصالة. شام الذهبي ترتبط مجددا بعد عامين من طلاقها. شام الذهبي تزوجت من قبل من رجل الأعمال المصري أحمد جوهر وذلك في عام 2014، لكن انتهت العلاقة بينهما بالطلاق بشكل رسمي في صيف عام 2018، لتكشف بعد ذلك شام عن دخولها في قصة حب مع الدكتور معتز نصير. وتتواجد شام الذهبي بشكل مكثف بجوار والدتها الفنانة أصالة، حيث تعد من الداعمين لها، ويجمع الثنائي علاقة قوية. وكانت شام إحدى أبرز المساندين لوالدتها بعد طلاقها من المخرج المصري طارق العريان. وتعمل شام الذهبي في مجال التجميل وتمتلك عيادة خاصة بالعاصمة المصرية القاهرة، وقد زارها العديد من النجوم.